كيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا لكم أن هؤلاء كلهم 99% أو أقول 90% من أبناء المسلمين. فهذه البنت ستقرأ علينا سورة واحدة، لعل يقرأ علينا سورة الفاتحة. اقرأي. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. مبروك عليكم أيها المتبرئين، ما شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فهؤلاء بأمس الحاجة إلى بئرين الإرث وزيتين. بارك الله في المتبرئين الذين سيتبرؤون لهؤلاء. الناس بحاجة إلى الماء، 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 الماء. جزاكم الله كل خير وبارك فيكم وحفظنا الله وإياكم. نسأل الله أن يوفقنا قريب العاجل بمن يربي لهم بالماء صالحا وصافيا للعبادة، لأن هؤلاء كلهم من أبناء المسلمين، جلهم من أبناء المسلمين، 90% من المسلمين من أبناء المسلمين. ارحموا إليهم يرحمكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله.